بالنسبة للتساؤل ديالنا يعني حول عيد الأضحى وعدد ديال يعني الرؤوس ديال الأغنام المتوفرة في السوق، سمعنا السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه قال بأن القطيع موجود وبوفرة، ننتظر يعني القدوم ديال عيد الأضحى المبارك نشوفوا هذه الوفرة اللي غادي تكون. مسألة أخرى، هما دائما يتحدثون على الوفرة فقط ولا يتحدثون عن الثمن، لنفرض أن غادي نلقى هذاك الحولي ولكن نلقاه بواحد الثمن اللي هو يفوق بكثير القدرة الشرائية، كأنه عاد بالعكس غادي يخلقوا مشكل. اليوم نتحدث دائما ونضع هاد المطلب ديالنا، يتوفر المنتوج ولكن بثمن اللي هو مناسب يعني المواطن، ما يديروناش بحال الأبقار اللي جات وكنا ننتظر أن يكون عندها أثر. واعترف السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنهم هاد الاستيراد وهاد الإجراء اللي داروا ورفع الرسوم الجمركية ما أداش للهدف اللي كانوا رسمينه باش يخفض الأثمنة ديال اللحوم الحمراء، ومازال اللحم في 100 درهم. شكون استفاد؟ راكموا لهذوك المستوردين اللي هما على رؤوس الأصابع هما اللي راكموا الأرباح، يعني جاتهم ديك الهوتة وديك الهمزة واستفدوا منها والمواطن ما استفدت شي حاجة. هو هذا المشكل اللي ديما كطرحوا الأغلبية ديال أن مشكل كاين ديال الماء وما دارتش بعض المشاريع. المشكل اللي مطروح هو أن هاد الصادرات اللي لقوا، اعترف السيد رئيس الحكومة أنها ضربت في 4 المرات ملي كانت كتسقى هاد البناء، يعني كان الماء موجود، يعني ما عندناش مشكل في البنية التحتية. وكان كانت مشكل في البنية التحتية حتى هاد السنوات ما رفعوش هاد العدد ديال الأطنان ديال الصادرات. هذا تناقض. المسألة الثانية، اليوم خصو يعترف رئيس الحكومة من وقع اليوم هذاك لاتوروت ديال الماء، وقعها السيد وزير الفلاحة اللي هو رئيس الحكومة اليوم، والاستعمارة وهما اللي وقعوا هذه الاتفاقية. ثانيا، الموارد المائية آنذاك، الموارد المادية لإنجاز هذه المشاريع ما كانتش متوفرة. الشرفات كانت دار جميع الإجراءات والدراسات وكلها موجودة، لكن الموارد المائية المالية شكون كان مسؤول عليها؟ وزارة المالية، اللي ربما الحكومة في هذيك الوقيتة كانت كتشوف ماشي أولوية لأن كان الماء موجود. فوقاش بان من بعد سنوات الجفاف أحقا غادي نحولوا الماء اليوم من الشمال إلى الجنوب، من سبو للدار البيضاء، ولكن واش الدار البيضاء هي اللي كتنتج لنا مطيشة؟ الدار البيضاء هي اللي كتنتج لنا الخضر؟ يعني اليوم هذه المسألة اللي كيتحجوا بها هي مردود عليها، ويحاولون تعليق يعني الفشل ديالهم في السياسة اللي ركزت بالأساس، لأن المخطط المغرب الأخضر كان يركز على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى وهو الرفع من الإنتاج لهدف التصدير، وهم نجحوا فيها فعلا، نجحوا فيها، لكن دمروا لنا الموارد المائية ديالنا، دمروا لنا التربة ديالنا، دمروا لنا يعني العمال الزراعي اليوم اللي ما كيشدوش تقريبا حتى تسعود ديال العمال المغاربة بالمقابل أجر واحد ديال العامل برا. وحنا اليوم يفتخرون أننا بلد فلاحي. واش بالله عليك ملي كنجيبوا الزريعة من برا دمطيشة، كنجيبوا الأدوية من برا دمطيشة، كنجيبوا لازوت من برا، شنو كنعطيو حنا؟ كنعطيو الأرض والماء والعمال، يعني ولينا خماسة عند هذوك الناس. بطبيعة الحال حنا هذا المخطط ما كنقولوش فشل، نجح في هذا المجال ديال التصدير، ولكن فقدنا بزاف ديال الامور منها الموارد المائيه. الركيزه الثانيه اللي اعتمد عليها المخطط وهو بالنسبه للفلاحه التضامنيه وتشجيع يعني التجمعات ديال الفلاحه الصغار، واخرها المجلس الاعلى للحسابات. ماشي احنا اللي قلناها، قالت لم تتجاوز 22%. هذا اعتراف صريح بانه فشلوا في النصف ديال الركيزه والاهداف اللي حطوا لها في المخطط المغرب الاخضر، مع العلم ان 80% من المواد الفلاحيه اللي كتمشي للسوق ما كيجيبها داك الفلاح الصغير، وبجوده عاليه، ما كاين كيسمع لا مبيدات، ما كيستعمل حتى شي حاجه اللي كتضرب بالصحه الانسان. بالعكس، هذه اللي كانت موجهه للتصدير كانت كتبغي كتقلب غير على ديك الصوره الزوينه وفيها معايير دوليه، ما فيها لا الدواء لا بنا. وهذا اليوم اللي ولا الفلاح الصغير هاجر القرى ديالو، واصبح عندنا عجز فعلا في تزويد السوق الوطنية مواد فلاحية اللي هي فعلا هذا هو السيادة الغذائية اللي كنهضروها. فرق ما بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. السيادة الغذائية هي أننا ننتج جميع المواد بموارد ديالنا 100%، بما فيها الماء، بما فيها الأدوية، بما فيها يعني الحبوب، يعني الزريعة ديال هذه المواد، هذه هي السيادة الغذائية. أما الأمن الغذائي ما رغم أن غادي يعطيني وفرة في المنتوج، ولكن منين جا؟ كيجي بالصادرة، الاستيراد ديال بعض المواد، كتجي على
الحساب. يعني بعض الجهات لاستنزاف الموارد ديالها، حنا نطمح الى سياده هي حقيقيه باش ما نجيبوا حتى حاجه من برا، وحنا لازلنا بعاد بزاف. والدليل الاحصائيات اللي عطى اليوم واللي عطات بعض المؤسسات، شحال كنستوردوا، كنجيبوا القمح، كنجيبوا اللحوم، كنجيبوا الزيوت، وفينا هو هذه السياده الغذائيه؟ حقيقه كنجيبوه باش نحقوا امن غذائي، ولكن لن نصل الى السياده الغذائيه بهذه الاجراءات. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.